ليلة قمعية لم يتوقعها الفلسطينيون، جرائم مارسها جنود الاحتلال بحق المعتكفين في مصلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، حيث أصيب العشرات من المصلين بحالات اختناق بالقنابل الغازية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه جنود الاحتلال عليهم بعد كسرهم أبواب المسجد واقتحامه وتحطيم نوافذه، ليباشروا المصلين من كبار السن والشباب ضربا بالعصي وأعقاب البنادق في المصلى القبلي بقصد إخراجهم بالقوة ليعتقل أكثر من 400 مصلي. تم الليلة اعتقال ما يقارب 400 معتكف من داخل المسجد الأقصى المبارك بعد أن قامت قوات الاحتلال باقتحام المسجد الأقصى المبارك بعد منتصف الليل وتكسير شبابيك المسجد الأقصى المسجد القبلي وبوابات المسجد القبلي واقتحام المسجد القبلي على المعتكفين الآمنين الذين كانوا يتقربون ويتعبدون إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الفضيل. الاعتداء الوحشي بحق المصلين من نساء ورجال وأطفال يعكس بشاعة المحتل في التعامل مع المقدسات ودور العبادة ومنع الفلسطينيين من ممارسة شعائرهم الدينية، وهو يظهر بذلك خشية من تعالي أصوات المآذن والتكبيرات في المسجد الأقصى المبارك الذي تحشد إليه المنظمات الاستيطانية بشكل غير مسبوق وتقوم باقتحامه بين الحين والآخر ممارسة الاستفزازات من خلال احتفاء بما يسمى عيد الفصح اليهودي وذبح القرابين. احنا كنا قاعدين في القبلي والجيش اقتحم القبلي يعني، وهجموا علينا بطريقة وحشية كتير، وهجموا وكان تركيزهم أكثر إشي ضرب على الراس وعلى الوجه، وكانوا اعتادوا علينا في المدبسات وفي البواريك. أول ما دخلوا علينا بلشوا فينا في العصي والدعس علينا وكلبشونا وقعدونا لفترة على الأرض إنه ما نقدرش نتحرك فيها، وبعد ما جابونا على هون مضونا عوراء وبصمونا إنه إبعاد أسبوع عن البلد المسجد الأقصى، وبعد الأسبوع نطلع على الإشلة عشان يعطونا كمان إبعاد لمدة تقريبا 7 أشهر لسنة. منع سيارات الإسعاف من الدخول إلى المسجد الأقصى. ورغم منح القوات الإسرائيلية سيارات الإسعاف من الوصول إلى المسجد الأقصى ومواصلة المستوطنين لعمليات الاقتحام، رفعت مآذن القدس دعوات للنفير العام، وخرجت مسيرات ووقفات بالضفة الغربية وقطاع غزة نصرة للأقصى منها مدينة طول كرم، فيما أشعلت بلدة العيساوية مواجهات عنيفة بوجه جنود الاحتلال. الاعتداء الإسرائيلي طال قطاع غزة بهجمات متفرقة مستهدفا موقعين للمقاومة الفلسطينية قرب الحدود الشمالية والجنوبية، فضلا عن إطلاق الزوارق البحرية النيران باتجاه مراكب الصيادين، لترد المقاومة ب16 صاروخا باتجاه مستوطنات غلاف غزة. الضرب رصاص مطاطي، قنابل صوت، قنابل غاز داخل المسجد القبلي للمعتكفين مصلين، يعني هذول مش رايحين يقتحموا تل أبيب، عم بيصلوا داخل المصلى القبلي. كل هذا هدفه أن يفسحوا المجال للمقتحمين اليهود أن يقتحموا بسلاسة بدون أن يسمعوا كلمة الله أكبر. الانتهاك أدانته عدد من الدول العربية، أما السلطة الفلسطينية فاعتبرت ما حدث محاولة مكشوفة لتهويد المسجد الذي يعد منبرا دينيا للعرب والمسلمين لا للفلسطينيين فحسب، ما يشكل اقتحامه بداية شرارة لانتفاضة عارمة في وجه الحكومة اليمينية المتطرفة.